انا حسين رزق مسؤول مبيعات من شركه الكسراوي للسيارات. خلينا بقى على الاسعار. احنا بنتكلم عندنا في كذا علامه شغالين في كيا، ميتسوبيشي، شيفروليه، بيجو. معانا ميكروباص الجولدن دراجون معروف في السوق باسم ميكروباص الاسراوي. معانا توكيل عربيه اسمها هايما. تمام. بالنسبه لكيا بتتراوح فيها كذا عربيه، في سيراتو، في كارنز، في ريو، في بيكانتو، في سبورتج، في كيا سيد. الكيا سيد في منها الهاتش باك، في منها الستيشن. لو اتكلمنا مثلا عن السيراتو فاحنا نمسك حاجه حاجه بقى وتقولي اسعار. اوكي تمام. لو بنتكلم في السيراتو، السيراتو احنا بنبتدي من 292 لحد 370. بالنسبه للكارنز بنتكلم دي السيراتو هتكون موديل 2018. تمام. الكارنز هنبتدي من 459 ل 489، دي هتكون موديل 2017. بالنسبه للكيا ريو، الريو في منها هاتش باك وفي منها سيدان. الهاتش باك بيبتدي من 319 لحد 349. بالنسبه للسيدان بتبتدي من 318 لحد 328. موديل العربيه دي برضو